كرهبتنا اليوم قالت لك انسى جيلي جي سي 6 وانسى جيلي جي اكس 3، مش على خاطر لي موديل الاخرين خايبين، وانما كي باش تكتشف معايا الموديل هذايا باش تغير وجهه نظرك للماركه جيلي بصفه عامه. جيلي مارك عرفناها في تونس بزوز موديلات معينين، واللي هما جي سي 6 لأول ما جات كانت بسعر منافس جدا وخرت برشا، وزادت من بعدها جي اكس 3 اللي جات زادها بسعر منافس وعملت نجاح في المبيعات غير عادي. واليوم جيلي قاعده كل مره تتوسع وكل مره تستهدف فئه مختلفه متاع عملاء. اليوم نلقاو معنا ان كروس اوفر واللي هو اسمه الكول راي، لكن الكروس اوفر هذا كما قلت في اول حلقه باش ينسيك في الموديلات اللي قبلهم، على خاطر الكروس اوفر هذا باش يوريك كيفاش جيلي تويت الصفحه بدات تعمل في دي موديل اخرين بكونسيبسيون جديده وبتكنولوجيا جديده، وبدات تستثمر في الخبره نتاعها في موديلاتها. دونك لاني اول حاجه لاحظوها في التغيير الجذري اللي صار هي اللوجو، كيفاش ولا الكل في اللكحك ولا مدخل برشا صراحه. لهنا الاكثر حاجه باش تلاحظوها معايا في الموديل هذا من برا ولا من داخل هي قداش وسعوا بالهم في الديزاين، بالرسمي وسعوا بالهم في الديزاين تقولش عليها موديل معناتها بريزيدونسيال واللي هو ان كروس اوفر. بون باش تقول لي صحيح خاطر الكاتيجوري هذه محبوبه برشا، دونك الكاتيجوري هذه يحبوا يستهدفوا بها زاد يحبوا ينافسوا بها، لكن باش تشوف قداش وسعوا بالهم في الموديل في الديزاين. لهنا من قدام مثال نشوفوا كيفاش من هنا لهنا الكالندر جاي تحت الكبوت داخل هكايا لداخل، وهنا في الكونتور الاحمر. على فكرة الكونتور الأحمر الكهرباء اللي معنا اليوم جينا في تونس بدو فيرسيون، فيرسيون عادية وفيرسيون سبور. اليوم جبت لكم فيرسيون العادية ولا نسميها أنا العائلية، دونك الفيرسيون اللي يحب الرياضة كي يحب حاجة كي ناعمة وحاجة كي مش شكلي باش يتفزعك بها برشا، لكن فيرسيون سبور في آخر حلقة باش نعطيكم الفروقات بيناتهم الزوز. باهي لهنا كيما قلت لك الكونتور الأحمر مع البيانو بلاك زادة معامل هنا زادة كيفاش معموله، دونك شوفوا قداش استعملوا ماتريال في قطعه صغيره كهو، كونتور بلاك لهنا من كونتور بالبلاك لهنا من هنا بالالومنيوم المطفي من هنا ملوطه بالكربون فايبر الفيك، وزاد بالبيانو بلاك ترجع لنا مره اخرى، وزاد عندنا اضواء الضبابه. ولهنا بالنسبه للفيرسيون هذه فيها الاضواء العاديين ماهمش الفول ال اي دي، ولهنا عجبنا مكتوبه جيلي ادفانسد ال اي دي، دونك هذايا ال اي دي العادي مش الفول ال اي دي كما في الفيرسيون سبور. لهنا نجيو على جنب اللي معنا اليوم العجله نتاعها 17 انش، الجونت كما قاعدين تشوفوا عاديين سامبل صراحه باهين على الاخر ماهمش خايبين. لهنا جيلي كما قاعدين تشوفوا عملت لي باساج دورو نتاعها بالبلاستيك، تحب عباره تقول لك الكهرباء هذه راهي تنجم تكون كهرباء اوف رود وكل، رغم اللي راهي هي دفع ثنائي ماهيش دفع رباعي، دفع امامي معناتها فرونت ويل درايف. لهنا زاده شوفوا كيفاش كملوا استعملوا الماتريال من هنا الكربون فايبر ملوطه ومن فوق بالبلاستيك ومن فوق بالكروماج ومن هنا بالبيانو بلاك تحس المدفي. شفتوا قداش استعملوا الماتريال معناتها بالرسمي يستعملوا في برشا ماتريال. ولهنا باش نعطيكم باش نوضح لكم حاجه مهمه برشا باش تفهموا بها توجه نتاع ماركه جيلي. لهنا البلاتفورم تاع الكهرباء هذيا اسمها بلاتفورم ام بي اي، الام بي اي هذيا بلاتفورم تاع لي كروس اوفر اللي تحمل لي زومباتمون قاعدة العجلات تاع 2 متر و60 وطول الكهرباء 4 متر و33. البلاتفورم هذيا ديريفي من البلاتفورم السي بي اي، سي بي اي واللي هي معموله بالتعاون مع شركه فولفو. لهنا باش تفهموا حاجه اللي جيلي كماركه ماهيش جوست ماركه جيلي، واللي هي انما هي جيلي كماركه ماركه تحمل عده ماركات تحتها كما ماركه فولفو لينكانت سي او وزاده وبروتون وبرشا ماركات اخرين. ولهنا جيلي بالبلاتفورم هذه ولا موديلاتها هذوما تحاول تستهدف الاسواق الكل، تحاول موديلاتها يكونوا ستاندر. اوك علاش البلاتفورم هذه ماهيش معموله هكاكا، وانما البلاتفورم هذه معموله باش الكهرباء تكون مطابقه للمواصفات الاوروبيه، خاطر لهنا كي تشوف راهو الصينيين تو يحبوا يدخلوا اوروبا، وباش يدخلوا اوروبا لازم يعملوا حاجات ضمن المواصفات، دونك البلاتفورم هذه مطابقه للمواصفات الاوروبيه وزاد وتحمل انه يتحطوا عليها ليزيكيبمون سيكوريتي كيما الاوتونومي الكونديت اوتونوم وبرشا ديزيكيبمون سيكوريتي المتقدمين برشا، والبلاتفورم هذه زاد الكاليتي نتاعها باهيه برشا حتى كان تزيد تقرا عليها كان تحب. لهنا اللون اللي قاعدين تشوفوه هذايا مزيان على الاخر، البونيه نفس اللون تاع الكهرباء والفران ديسك بالطبع من قدام ومن تالي. نرجعوا للتالي زاده ونشوفوا اللي نلقاهم زاده استعملوا برشا ماتريال ووسعوا بالهم برشا في الديزاين. لهنا الضوء ذكرنا شويه بالايفوكا، دونك يذكرك شويه بالايفوكا كي ماهوش نفسه بالضبط وماهيش تقليد ولا حاجه، انما يذكرك شويه بالرينج روفر شويه. لهنا الالومنيوم المدفي اللي عملوه من قدام عاودوه من تالي عليه كلمه جيلي مدفيه هكا ماهيش ستيكر ولا حاجه.
كلمه كوريكي ما قاعدين نشوفوا فيها مكتوبه ما غادي لي كاتورتي اللي قاعدين نشوفوا فيهم فيك بالطبع وكربون فايبر عاودوا استعملوهم من تيري وشوفوا كيفاش من هنا يحب يبين لك بالسيف اللي هي كهرباء سبور يحب يقول لك بالسيف اللي هي سبور رغم له معناتها ماهيش شكل ديستيني كما تراه انت بالضبط كهرباء تحس تلعب على المشاعر برشا هذا كله بالنسبه للتليني بها وما ننساوش اللي عندنا زاده السبولي هذا نتاعها دوريجين ماهوش اكسسوار على حاجه وتروازيام فيد ستوب والبار دو توا من غادي من ضمن لي زيكيبمون اللي عجبوني برشا في الكهرباء في الكاتيجوري هذه نتصور ما نقاوهمش كان فما في المنافسين نتاعها قول لي لهنا مثلا انا عندي المفتاح نتاعها كي ننزل مرتين على التسكير ومن بعد نبقى نازل على بوتون اللوطا الكهرباء تخدم وحدها دونك فيها الديماراج ا ديستانس لكن تبقى مسكره وباش تحلها لازمك تعاود تنزل على البوطون تاع الحلين دونك جوست هي تخدم هكا واذا انت حالك ما تزر انت تلقاها بارده ديريكتومون دونك انا توا باش نحل المال نتاعها لكن قبل ما نحل المال نتاعها خلينا نوريك المفتاح نتاعها مفتاح بالرسمي مزيان على الاخر مدخن برشا فيه كاتر بوتون تاع التسكير نتاع حلين المال نتاع حلين الكهرباء ونتاع الديماراج ا ديستانس واللي هي تشغيل عن بعد ومن هنا بالرسمي مثخم بالكدي بالكدي ماكو باش تحلو اما من هنا يا اما زاد تجي من هنا ويطلع المال نتاعها المنافسين تاع الكهرباء ذي نجمو ان نقولوا الهيونداي كريتا والا الكيا سيلتوس والا زاد حتى الام جي زد اس المال تاعها جاي في المتوسط نتاع الكاتيجوري عندك الضوء عندك على اليسار مش تحط بدون ولا حاجه عندك على اليمين نفس الحكايه لهنا نذكركم ان الكهرباء تتركب في تونس دونك لهنا نشوفوا وين وصلت الكاليتي تاع التركيب في تونس بالرسمي فما حتى شيء مرخوف بس متحسنت بالكدا كاليتي التركيب بس يعني نفكر قبل جيلي جي سي سي مثال فيها حاجات كي يبداو مرخوفين شويه ما كي تحس كي تحركوا شويه لكن تو بالرسمي تحسنوا بالكدا في حكايه التركيب وهذا ظاهر نزيدو نشوفوه من داخل لان عندنا التريانجل دو بريزينيزاسيون وعندنا الكريك نتاعها من اللوطه خنشوف عندنا الروتسكور تاعها جاليس ماهيش كيما العجل اللي تراو فيهم من برا وانما اصغر وهذا هو بالنسبه للمال تاعها ما هبطش بالبوطون ولا حاجه وانما عندك مانيت هبطوا مغادي وحتى هذه زاده مغلفه كل شيء مغلف كل شيء تلاهو به الكهرباء ديستيني انها تكون تاع عائله متوسطه ومش تاع عائله صغيره معناتها تاع 4 أفراد 5 أفراد وماكسيموم خلينا نشوفوا الحكايه هذه بالنسبه للكسوه نتاعها الفيرسيون اللي معايا اليوم الكسوه نتاعها قماشه انا برايي في تونس ولات تمشي كسوه قماش اكثر من الكوير صراحه خاصه مع السخانه اللي وانا نعيشوا فيها باهي القاعده نتاعها جايه البونكيت تاعها جايه كريزي وجايه زاد انكليني شويه الدوسي يعجبني على الاخر كيفاش انكليني يعطيك راحه برشا في القياده لان عندي انا كودوار جوست مغطي من هنا مي عندي انا كودوار الكونتروبورت نتاعها مغلف بالسيميلي كوير وبالسيربي كوير بالابيض وفيه قجر وفيه زاد لي زوت بارلور من هنا وبالطبع زاد عندي الفيتر الكتريك جوست لهنا ما تحرش خاطر فما حكايه السيكوريتي لهنا البوني عجبتني برشا الفازه نتاعها كيفاش لاصقه في التيري هذه كيفاش تحسها كي ماشي بوني تحس روحك وين البوني وين البوني واللي هي جوست هاك شفتها كيفاش من هنا تو انا عملت حليت الكليماتيزاسيون خاطر ما عندناش ديزايراتور من تيلي حبيت نشوف يوصل ولا الحقيقه الايراسيون واصله لتيلي دونك قاعد نحس في الايراسيون تاع الكليماتيزاسيون وعندك واحده بركة وين تشارجي تيب وعندك من هنا زاد كي تشارجي تحط تليفونك من هنا وتعدي الكابل من هنا الحاجه اللي عجبتني زاد بلك دي واللي هي التونيل ماهوش عالي دونك التونيل واطي بلك دي باهي بلك دي هكا والبصل الوسطانيه جوست دازه خاطر عندي انا كودوا مي بالرسمي مش خايبه بالكل ومحتاج يقعدوا دي زالدولت عادي بالكل ومن هنا زاد نفس الحكايه وزاد ما نساوناش من هنا عندنا دو بلافوني اون ال اي دي من غادي تخدمهم انت وتطفيهم وين تحط يديك يمين ويسار وما عندناش لهنا في الفيرسيون هذه السنروف التليني هكا ملي كيفاش القدام القدامي كيما قلت لك من اول الحلقه باش تبدل وجهه نظرك للمارك جيلي بصفه عامه خاطر لهنا ما تشبه لا الجي سي سي لا حتى الجي اكس تروا لهنا باش تشوف ليدونتيتي جديده نتاع كراهب جيلي مثال تو اللي بحذايا هي الاسكار ممكن راك سمعت بها اللي هي داخل تونس عندي لها فيديو دونك حتى الاسكار الانتيريور نفس ليدونتيتي وهذه حاجه تقعد تلاحظ فيها في موديل الجيلي الجايين وزاد راهي ماشيه وتتبدل خاطر ليدونتيتي هذه بداتها من عام 2018 باش تقول احنا في تونس مالا علاش ما جاتناش خاطر احنا في تونس جاونا الاول لي موديل القدم واللي هما جي سي سي وجي اكس تروا دونك تو ليدونتيتي جديده نتاع جيلي لهنا الفونون فيه اللوجو جديد فيه ميبلا من لوتا على اليمين عندي نتاع الميوت والمود نتاع لهنا باش تبدل الاكرام لهنا تنزل على اللوجو جيلي كي تبدل حاجات من هنا المنيو كل لهنا في الاكران هذا على اليسار عندي الكروس كنترول وتهز وتعلق خاطر فيها البلوتوث الكونتر بورت اللي بحذايا بالرسمي كبير بالكدا فيه مغلف بالسيميلي كوير ومع الالومنيوم بروسي عندي التربيزور الكتريك كاتفيتر الكتريك وعندي قشر كبير لا باس فيه من هنا عندي دي بوتون واحده نتاع تراكشن كنترول واحده نتاع ليمينوزيتي نتاع الاورديناتور دو بور واحده نتاع مستوى الاضاءه الاماميه وكهو ومن هنا
نتاع الدياغنوستيك منين تحل كبوت نتاع الكهرباء. باهي بالنسبه للفولان يطلع ويهبط ويقدم ويوخر دونك اونوتوريون بروفوندور ريغلابل. واللي كان اللي قاعد تشوف هذايا ماهوش اي كوكبيت ولا حاجه وانما ان اكران باش تتحكم فيه. دونك من هنا عندك هكا ما فيهوش برشا حاجه تشوف كي تراه هكا تكون مدخل لكن ما فيهوش برشا حاجه. دونك لهنا تنزل لهنا كان قاعدين نرى فيها قال لي جورني تايم معناتها انا اخر مره قداش سقط افري سبيد السخانه والبريسيون تاع العجيري الكل التريف ميتر سنجل فيول كونسبشن معناتها كونسومسيون الاستونتاني لهنا الافرج واللي هي الموين لهنا الكيلو تدي الاستونتاني دونك ديستانس تو امتي لوتونومي نتاع الكهرباء 82 كيلومتر وهذيك هي جورني تايم تاع من هنا هذيك مره اخرى. من هنا عندي انا قدوة كبير برسم كبير لكن من داخل القزر نتاعو متواضع ما فيهوش دوز فولت ولا حاجه ما يقدمش يوخر دوز حاملات اكواب ورجلاب من هنا حسب وثنت نحاها حتى زي زاده وترجعها هكا لهنا عندك وين تحط ستيلو ولا ما نعرفش اي حاجه لهنا عندك وين تحط كارتا هذه ذكرك موديلات فولفو اوكي تحسك شاده حتى اصلا شاده ماهيش طراش ولا حاجه لهنا عندك ثلاثة فلوس واحدة تاع الموديكو تاع الكهرباء شفتوا مثلا تو هنا الانترفاس هذاك تاع الموديكو انا كي نبدل تو هكا سبور مثلا تو هذاك رجع للنورمال انا كي نحط تو سبور يتبدل شفتوا معناتها يولي يعطيك الامبيونس سبور هكا شوية ويظهر كان الكونتور هكا زعما خاطر سبور وكونتور فازات وهذيك لهنا عندي زاد المساعدة للنزول كي نزل عليها يعطيني ما غادي هيل ديسانت كونترول سيستم اوف والا اون ويصور لك الكهرباء هابطة هذا الاوبسيون هذه الكهرباء كي تجي تهبط هي تكونترول الهابطة تخليها ما تهبطش بسرعة وتحافظ على الفيتيس نتاعها وتحافظ على الموتور نتاعها وتخليها هي تكمل تعمل كونترول تاع الهابطة البواد فيتيس اوتوماتيك وفيها زاد المانيال والبي شفت كيفاه عجنبك ومدخمة برشا الصراحة لهنا وين تحط النت تاعك ولا تليفون ماهيش شارج اندكسيون ولا حاجه لهنا الكليماتيزاسيون نتاعها بالبوطون والكليماتيزاسيون نتاعها من هنا مانيوال موش اوتو ومن هنا زاد يولي يضرب في الاكران الحق يبرد به مش خايب الكل حتى يوصل لايراسيون توصل زاد من تالي من هنا هذه ما غير ضوء وعندك تحط كارتا الميور دو كورتوازي ما غير ضوء وحتى هذه زاد نورمالمون حتى ديك زاد ما غير ضوء لهنا عندك دو بلافونيه وعندك هذيك تشعل لك نتاع وقت اللي خلي باب محلول والا حاجه وهنا زاد وين الميكرو نتاع الكهرباء كي تجي تتكلم هذايا كي تحلموش اسيستي وما فيهوش فيه ضوء والواحد نتاع متواضع وفيه مانيوال ديوتيليزاسيون نتاع الكهرباء الفيرسيون اللي معنا اليوم فيها دو زرباغ اما كان تفكروا في اول حلقه قلت لكم اللي فما دو فيرسيون واحده العاديه واحده سبور دونك توا باش نعطيكم شنو الفروقات بيناتهم الزوز اقعدوا معايا وتوا باش نحكي لكم على الفروقات بينات الفيرسيون اللي كنت صوركم فيها من الحمراء والفيرسيون هذه وليت تسمى فيرسيون سبور اول حاجه واللي هي الاضواء مقدمه يوليو فول ال اي دي مش ال اي دي كهو انما فول ال اي دي ثاني حاجه واللي هي من هنا باش نلقاو الكاميرا علاش على خاطر فيها كاميرا 360 درجه ثالث حاجه واللي هي لي جونت نتاعها اللي كنت صوركم فيها من الحمراء واللي هي جونت 17 انش هذه 18 انش وحتى من جونت الديزاين نتاعو يتبدل رابع حاجة واللي هي الريتروفيزور تولي فيها الكربون فايبر بالطبع الفيك ومن هنا تولي عندنا الكاميرا خاطر كيما قلت لك 360 درجة. خامس حاجة واللي هي المونسيون اس من هنا واللي هي باش تقول لك هي مونسيون سبور وسبور اللي يتبدل دونك سبور اللي يولي سبور أكثر يولي زاد بالكربون فايبر من تالي ولهنا الـ LED نعاودو نروح من تالي في الأضواء التلالين فرصة أنكم تشوفوا كيفاش يشعل في التلالي. المونسيون اس تعاود مرة أخرى في الكراسي الأمامية وزيد لهنا الكرسي يولي مخلط ما بين الكوير والقماش والسيميلي كوير بالسوربيكور زادة وحاجة أخرى زادة الإرباج دونك الفينيسيون سبور فيها 6 إرباجات والفينيسيون اللي كنت تصوركم فيها محمرة فيها زوز إرباجات أكاهو. من هنا الكليماتيزاسيون تولي أوتوماتيك باش تعرف عليها تلقى مكتوبة كلمة أوتو من هنا ومن هنا يتزادوا ثلاثة فلوس اخرين واحدة متاع 360 درجة واحدة متاع الباركينج متاع فيها الباركينج اوتوماتيك تعمل باركينج اوتوماتيك الكهرباء واحدة متاع تنحي الصوت متاع الرادار اللي من تالي وهذا هو بالنسبة للكونسول سنترال الفروقات. بعد يجي عندنا زادة فرق باهي برشا واللي هو السانروف من هنا كما قاعدين نشوفوا فيه تو انتم محلولة وتجي تنجم تتحكم فيه تسكر ستارة من هنا والا تسكر البلار من هنا باهي ومن هنا زادة يولي عندنا البورت اللونات كما قاعدين نشوفوا ما غادي تحط اللونات نتاعك ومن هنا الفلسه تاع 300 بوطون 360 كي تنزل عليه معناتها انت وانا كنت نازل عليه تعاود تنزل عليه يعطيك الكاميرا 360 درجه حتى كان انت مش قاعد توخر ولا حاجه تحب تشوفكم بحذاك هكا نجم تشوف التالي عجنب القدام وعلى جنب الاخر اليسار من هنا وعندك الاوبسيون 3 دي من هنا ندور الكاليتي الحق باهيه برشا
يعني اما لون الكهرباء مش نفس لون الكهرباء اللي قاعد نجرب فيها انا، لونها جولد وذي لونها ازرق، هذه الحكايه ستاندار. هنا احنا بتعمل زوم هكا ولا هكا ولا هكا ولا هكا، هاك يعطيك بالعربي زاد الكل باش تقعدش تعرف في روحك الكل. وهذا كله بالنسبه للكران هذاك، الكران بخلاف هذاك فيه الاندرويد اوتو وابل كار بلاي وكل الاوبشنات اللي اعتدنا عليها، ما قاليش ما حبيش نوسع بالي برشا في الكران. لهنا يعني حاجه اخرى زاد اللي هي لي باليت اوف فولون، يوليو عندنا لي باليت اوف فولون من هنا لهنا، هذيك كيما قلت لك كبيره الاوبسيون نتاع الكهرباء تعمل باركينج وحدها، والتابلو دبور تاعنا يولي مغلف بالكوير مغادي. هذم اهم الفروقات، لكن اهم فرق واكثر فرق تحس بالرسمي فرق كبير واللي هو لي زوبسيون تاع سيكوريتي ميت الكهرباء، وما بينهم اللي هي واحد الاخرى فيها دوز رباك هكا هو اللي فيها سته رباكات دونك، والفرق بيناتهم في السوم ظهر لي حوالي 10000 دينار. هذا بالنسبه للفروقات نتاعها. دونك تو نتعداو للتيست درايف نتاع الكهرباء، لكن قبل ما نحكيو عليها في الكيس وعلى الموتوريزاسيون نتاعها شوريكم اوبسيون واللي هي باهيه برشا في الكاتيجوري هذه، واللي هي البارك اسيست، واللي هي كهرباء تنجم تعمل باركينج وحده اوتوماتيك من غير ما تعمل حتى شيء انت، بخلاف انه تحطها محدا الباركينج. دونك احنا كيما قاعدين نشوفوا مغادي فما بلاصه تاع باركينج مغادي، دونك تعرفش نحاول الكهرباء كيفاش تعمل باركينج وحدها. دونك اول حاجه نجي لهنا انا هكا، نجي ننزل هنا على البوطون تاع الباركينج من هنا هكا، ونحط من هنا الباركينج هكا من هنا بارال باركينج، ونبدا نقدم شويه شويه لين هو، ونحط كينتو بالطبع خاطر الشيره هذه، نبدا نقدم شويه بشويه لين هو يديتكتي بلاصه تاع باركينج. سي بون توا نحيسها سي بون توا وحده وحده تعمل بلاصه تاع الباركينغ. دونك جست قدمت شويه عمل ديتكسيون، خذيت على حتى باش عمل ديتكسيون، وتوا باش تعمل باركينغ وحدها. ميم حتى شوفوا توا قربنا الكهرباء من هنا هاكا، تعرف روحها اللي هي قربت على الاخر، تعاود تقدم وحدها، تعاود قلت كل شيء وحده ما تعمل حتى شيء، لا حتى البيدال ما تنساش. ولهنا لازم تبقى نازل على البوطون هذيك باش تعرف اللي انت ديجا معناتها نزلت معاها، معناتها نزلت معاها في الباركينج وتبع فيها. عاود تقدمت باش تعرف تستوي تروحها بالضبط في البلاصه. بالطبع طبعا ما خرجت حتى كهرباء، كان جات فما كهرباء جايه بالطبع هذه الرادار تاعها باش يديتكتي وتقف تستنى لين كهرباء تعدى، جوست تاخذها حتى كهرباء ما تعدات. سي بون كامالك باركينغ از كومبليتد، تو تنجم تاخذ على روحك ولا تهبط ولا اي حاجه. طبعا احنا باش نبداو التست درايف نتاعنا تاع الكهرباء هذه. بعد ما شفت في البريزنتاسيون وريتكم اللي فما دو فيرسيون واللي هي سبور والعاديه، الفيرسيون هذه نتاع التست درايف هذه سبور، دونك هذه زايده اكثر لوبسيون. دايوغ لوبسيون هذه موجوده في كان في الفيرسيون سبور هذه اللي قاعد نصور فيها، بتبيع مع كاميرا 360 ديجري مع لي زوبسيون تاع سيكوريتي اكثر ومع سي سير باك زايده تكون فيها. بالنسبه للموتوريزاسيون نتاعها طلع 177 حصان وتوربو ماهيش اتموسفيريك ولا حاجه و10 زويل. بالنسبه للموتوريزاسيون نتاعها الحق 177 شبودي بالنسبه للكاتيجوري كيف من هذه تسمى حاجه باهيه برشا. دونك احنا تو جوست نبداو الطريق من هنا نجربوا سيسبونسيون تاع الكهرباء فما دي دودان وكل، ومن بعد ما غادي كي نجيو راجعين نجربوا لي مود كونتويت اللي فيها خاطر فيها دي مود كونتويت مختلفين. مبدئيا الكهرباء بالرسمي تحسها هي ديجا من برا كيما قلت لكم في الديزاين نتاعها تحسها تلعب على المشاعر كهرباء سبورتيف وكل، حتى في الكومبورتمون نتاعها في الكيس الحق الكوبل نتاعها عالي برشا كي تحب تنزل عليها عالي، رغم اللي راونا تو في المود العادي مانيش في المود سبور. بالنسبه للفران ديسك تاعها زي من قدام ومن تالي، ولي جونت نتاعها بالنسبه للفيرسيون سبور فار 18 هنا مثال. بالنسبه للسيسبونسيون تاعها الحقيقه ما تسمعش الحس تاع معناتها في وسط الكابينه برشا، جوست طبعا الركيزي تاع تونس برشا، لكن السيسبونسيون تاعها الحق ناعمه شويه ماهيش خايبه، مازال تو احنا في لي دودان هذوما. مبدئيا الفرناج قوي باهي، كيما شفتوها من غادي. دونك تو حاجه برك نشوف الكوبل نتاعها في الخروج كيفاش.
حبيت نجرب الكوبل تاعها في الكيس كيفاش كيفاش تخرج برسم الكهرباء. الكوبل تاعها ديجا عالي وكيش نرجع من غادي نجربوا لي مود دو كوندويت اللي فيها. دونك بالطبع هي توربو فيها بالطبع في اي كهرباء هي موجوده شويه توربو لاك حتى في الخرجه هذا في المود كونفور تاعها، لكن صوت المود سبور يولي تحكي تصلح شويه. بالنسبه للايزولاسيون تاع الكهرباء باهي الحق في اللي فيتيس العاديين، لكن بالطبع كي بتزيد صوت الموتور باش يطلع طول تسمع في الكابين الداخل. وتو نحط مثال تو مثلا هنا المود سبورت ولا في شارج بخلاف انه لا في شارج لهنا يتبدل من هنا. برسم الكهرباء طول الجو بالكدا بالكدا، جست تاخذ شويه وقت كي باش تركح راحه شويه. التربو يتحل وكل باش تعطي اكثر بويسونس، دونك هي في المود سبورت نورمالمون باش تعطي البويسونس كامله 177 شوفودين. دونك وصلنا 100 فاسيلمون. بخلاف انه كيما قلت لك لافيشاج ما غادي يتبدل. وبالنسبه زاد فيها الموديكو، الموديكو هذا يساعد اكثر خاطر هي 177 شوف ديما تصورش ما تستناش منها كونسومسيون قليله برشا. دونك الموديكو باش تعطيك اقل بويسونس باش تولي تكونسومي اقل بالطبع. دونك الموديكو تو تحس كي السياقة عادية حتى ليزولاسيون تولي هايلة على الاخر تتصلح بلاك دي ليزولاسيون. الحاجة اللي عجبتني الاخرى انه زاد الصوت تاع الكليماتيزور صوت على الاريسيون فماش صوت عالي في الاريسيون بخلاف انه الكليماتيزور تاعها هذايا اوتوماتيك. في الفيرسيون الاخرى الكليماتيزور تاعها مانيوال. من هنا فيرسيون سبور عندي فيها زاد السان روف. وتقريبا هذا كله بالنسبه للزيكيبمون تاع الكهرباء لهنا كما قاعدين تشوفوا هكا تحل قدامكم. حاجه اخرى زاد باهيه انه كما حكيت لكم بلاتفورم ديريفي من البلاتفورم اللي معموله بالتعاون مع فولفو، حتى الموتوريزاسيون تاعها معموله بالتعاون مع فولفو. بخلاف هذيك حاجه باهيه زاد في الكراب سيني اللي قدمها الكونسيسيونير ولا غيره هي جارانتي تاعها 5 سنين ولا 150 الف كيلومتر، واللي هي حاجه باهيه برشا. ودي كهرباء نعاود نذكركم هي تركب في تونس، دونك نورمالمون القطايع نتاعها باش يكونوا متوفرين اكثر من انه كهرباء ماشي مركبه في تونس. دونك شفتوا مثلا عمل لي الرادار من هنا، عمل لي الرادار تاع كيف تعدى واحد قدامي. من المختصر جيلي كوري معناتها اس يو في اوربان معناتها عائلي نجم يكون عائلي في تونس. الحاجه اللي باهيه فيه انه هاكا هو صحيح موتوريزاسيون قويه كونسوماسيون زاد صحيح ما تستناش منها تكون كونسوماسيون قليله برشا، لكن عندك الموديكو مثلا كانش تدور بها في وسط البلاد وكانش تعمل بها دي لون تراجي عندك المود سبور. دونك الكهرباء عباره تخلي لك الشوا. وفرت مره زاد الكبر نتاعها يمشي مع عائله نتاع 5 افراد معناتها حتى كما شفتوا قبيله في التقديم دونك نتاع 5 افراد نجم يركبوا الداخل. وكي تحط كي تحط الكلينيوتون يعطيك ديتكسيون غادي ديتكسيون غادي بخلاف اللي فيها دي سيرفيونس دونك لو مور هذه في الفيرسيون سبور. دونك شفتوا في الموديكو ما تكون شكل اكل قوي برشا بالطبع عندك خاطر تستنى منها تكون كونسوماسيون قليله باش تعطيك اقل بيرفورمانس باللي مود العاديين. وكي تنحي الموديكو ترجع بيك للمود كونفور. المود كونفور هو المود المعتدل المتوسط. دونك انا نحي الموديكو ترجع بيه المود العادي. دونك شوفوا حتى في وسط هكا كيسرنا في تونس ديما هكا تعدي عادي بسهوله. اصلا رغم اللي حتى كانت تضرب لها كهرباء كبيره ما تحس بصعوبه. دونك حتى انت قبل ما تسوق كنت تسوق كهرباء صغيره، اذا طلعت في كهرباء كبيره فماش فرق كبير اللي صعيبه ولا حاجه. وهذا كله بالنسبه للتست درايف ما نطولش عليكم. اذا عندك اي سؤال مرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.